بصوا يا جماعة، أنا جيت هنا روز هوم عشان عندهم كل حاجة لديكور البيت. أول حاجة كده هتلاقوا كل الشجر اللي في خيالكم، عندهم كل الأنواع بكل الأشكال بكل حاجة. بصوا دي بقى أنا قلبت عليها مصر كلها موجودة عندهم، وموجود كمان كميات. بصوا هنا دي الفازات كلها موجودة، والناس اللي بتدور على المرايات والحاجات الصغيرة دي موجودة في الديكور بتاع البيت برضو موجودة. بصوا بقى هنا في قسم كامل للمكرميات، المكرميات هنا رخيصة جدا، في حاجات اصلا بتبدأ عندهم من 20 جنيه لحد 3000 جنيه في كل الستور كامل. بصوا مثلا دي، يعني حاجاتهم رخيصة جدا يعني مش متخيلين يا جماعة اسعارهم حلوة ازاي. بصوا بقى دي كلها الكوشنز، وفي عندهم كمان المفتاحة دي، وفي عندهم كمان استندات كده للمطبخ. بصوا حاجاتهم بجد خطيرة. بصوا دي كده صفاية الاطباق شكلها شيك جدا، الحاجات دي برضو بتتحط في الحمام.